وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم يسأل يقول: العنة ما هي وما حكمها؟ العنة بكسر العين المهملة وتشديد النون الموحدة الفوقانية هي عدم القدرة على الجماع، هي العجز عن الجماع، هذه هي تعريف العنة. ويقول الشيخ زكريا الأنصاري في أثنى المطالب قال: وتثبت العنة بإقراره عند الحاكم، يعني عند القاضي أو عند شاهدين، ويشهد الشاهدان عند الحاكم أو بيمين المرأة، أو إذا هو لم يعترف تقسم المرأة أنه لا يشهد له قدرة على جماعها. فإن أنكر الزوج عنته وحلف فلا مطالبة بتحقيق ما قاله بالوطن، ويمتنع فسخ العقد. فإن أنكر عنته وحلف فلا مطالبة بتحقيق ما قاله بالوطن ويمتنع الفسخ. وإن نكل عن اليمين، يعني إن لم يحلف وثبتت عنته وبعد ثبوت عنته تضرب المدة سنة كما فعله عمر رضي الله عنه وأرضاه، ورواه الشافعي وغيرهم، وتبعه العلماء عليه وقالوا: ليش فترة سنة؟ لأن قالوا ممكن بعض الناس يكون عنده مشكلة في الشتاء أو في البرودة أو في الصيف أو يحدث له يبوسة فإلى غير ذلك. فقالوا: إذا كان العارض في الحرارة يذل في الشتاء، وإذا كان العارض في البرودة اللي أدى إلى عنته وعدم قدرته على الجماع والوطن يزول في الصيف، وإذا كان عنده يبوسة فيزول في الربيع، وإذا كانت عنده رطوبة تزول في الخريف. فإذا مضت الفصول الأربعة ومضت السنة كاملة ولم يطأ، إذن هذا عنده عجز في هذا الموضوع، وعليه يفرق بينهما منعا للضرر، والله أعلم.